بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم لكل المسلمين، أتمنى أن يدخله الله علينا بالفرح والسرور والنجاح والتوفيق إن شاء الله بحول الله. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم فيديو خاص بتوجيه للإخوان الحاصلين على البكالوريا. هو المؤسسة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لنسجي ليكون ناسيونال دو كوميرس اي جيستيون. راه مدة الدراسة بهاد المدرسة هادي كتكون 5 سنوات، كيكون عندك ملي كتخرج كتاخد باك بلس 5، يعني كراد انجينيور. غادي ندوزو الموقع فين جات، موقعها كتواجد بكل من القنيطرة، اكادير، مراكش، طنجة، فاس، سطات، كازا، وجدة، الجديدة، والداخلة، وبني ملال، مكنس. بالنسبة للشروط، الناس اللي غيدفعوا لها شنو خصهم يكونوا؟ خصهم يكونوا بدا دي سيونس، ما كيهزوش صحاب اللتر، كيهزو غير العلوم. الو غادي نبداو نشوفوا شنو كيطلبوا. الو مسلك البكالوريا، عندي باك، اول حاجة غنشوفو باك اس في تي بي سي. معدل انتقاء سنة 2018 كانت 15.45. معدل انتقاء سنة 2019 15.40. بالنسبة لباك سيونس مات، معدل انتقاء سنة 2018 كان 13.45، ومعدل انتقاء سنة 2019 كان 13.40. بالنسبة للبكالوريا ايكونومي اي جيستيون كان معدل انتقاء سنة 2018 هو 13، ومعدل انتقاء سنة 2019 هو 12.55. هادي بما يخص المؤسسة ديال النساجي. دابا غندوزو نشوفو المؤسسة الثانية اللي هي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لينسا. تستغرق الدراسة بها 5 سنوات، يحرز الطالب الناجح بعدها على دبلوم مهندس الدولة في أحد المسالك المعلوماتية، المواصلات السلكية، الشبكات الصناعية، اللوجستيكية، النظم الإلكترونية والأوتوماتيكية، الكهربائية، طرائق الطاقة والبيئة، البناء والأشغال العمومية، الإنتاجية، الصيانة، والتحكم الرقمي. غادي نشوفو تاهي الموقع ديالها فين جات. موقعها توجد بكل من مدينة أكادير، أسفي، ومراكش، طنجة، فاس، قنيطرة، وجدة، الحسيمة، خريبكة، الجديدة، تطوان، بالرشيد، بني ملال. غادي نشوفو تاهي شروط الانتقاء باش تدخل تقرا في هاد المدرسة شنو خصك يكون عندك. اول حاجة مسلك البكالوريا. بالنسبة لباك بي سي، معدل انتقاء سنة 2018 15.40. فيما يخص معدل الانتقاء سنة 2019 فكانت لانوط هي 15.40، بقات لها سو هي هي. أما بالنسبة لمسلك البكالوريا باك سيونس مات، فكان معدل الانتقاء سنة 2018 هو 12. أما فيما يخص سنة 2019 فكان معدل الانتقاء هو نفسه هو 12. أما بالنسبة لمسلك البكالوريا باك تكنولوجي أو اس في تي أو باك بروفيسيونيل، فكان معدل الانتقاء سنة 2018 هو 16.50، ومعدل الانتقاء سنة 2019
هو نفسه 16.50 قتلى سوي هي. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل الجديد، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله بحول الله، ورمضان كريم مرة أخرى، والله يوفقكم.